التكنولوجيا الرقمية تلغي الكتابة والطبشور. حادثة تظهر واقعا قد لا يكون ببعيد وتقلب مفاهيم في المجتمع عمرها مئات السنين، فالتطور التكنولوجي الرقمي بات يفرض نفسه في جميع المجالات ويجتاح وسائل التعليم، وبات يحل شيئا فشيئا بدلا من الكتب الورقية والدفتر واللوح الأخضر، وباتت الأصابع واللمس بدلا من الطبشور والقلم. مدرسة لبنانية هي الأولى في الشرق الأوسط بدأت تنتهج اليوم التعليم عبر الوسائل الرقمية مستبدلة الكتب الكثيرة بالآيباد. أهم ما يراه التلامذة في هذا التحول التخلص من وزن الحقيبة المدرسية، لأنه الآيباد أول شيء أنه أحسن من الكتب، يعني بيكسر الظهر. نستعمل آيباد لأنه وزنه أخف يعني، ومنزل كل الكتب عليها، نشرحهم مثلا هذا البورد الكبير نفهمهم أكتر. لأنه كمان إذا نسيتي شي بوك إنه you have them كلهم in one، إنه كلهم معك ما بتنسي شي. وكمان إذا نسينا الهومورك أو شي بالبيت فينا إنه نكتبهم بالنوتس أو بالنوتابلتي، وقتها ما بنكون نسينا وما بنخسر علامات. هلأ أول فترة للولد يتعود على قصة الآيباد وكيف يفوت على البوك وهيك، لقينا شوية صعوبة، بس طالما خلص تعودوا على الفكرة صارت كتير هينة لقلهم، يعني ما بقعد بقى ضيع وقت إنه شيلوا كتبكم وفتحوا للصفحة وكتبوا النوتس وهيك، يعني كل شيء صار على الآيباد، بعمل هايلايت أنا بتطلع عندهم على النوت كاردز. فكرة نخبوية قد يرى كثيرون صعوبة في تطبيقها، فذلك يضيف عبئا ماديا إضافيا على الأهل يفوق تكلفة الكتب المطلوبة. الخصم يستعملوا الآيباد مدة 4 سنين لأنه نحن بنرجع بننزلهم الكتب والابلكيشنز، ومش ضروري يرجعوا. بس حتى بس ينزلون الكتب هن كمان بدهم يدفعوا مبلغ معين على تنزيل كل كتاب. صح، بدهم يدفعوا مبلغ معين، بس هذا المبلغ بالقصد صار المدرسة، والايباد عم بيستعملوه على 4 سنين، يعني مش عم بيستعملوه سنة وعم بيرجعوا بيكبوه. طب بس ما يمكن الايباد ينتزع بخلال سنة، شو بيعمل الاهل؟ صح، يمكن ينكسر الايباد، يمكن هلا الايباد ما كتير بيتلت، بس يمكن ينكسر، يمكن يضيع، بس كمان يمكن كتابي يضيع وكتابي يتخزع. هيدي هي الثوره اللي هلا عم نشتغل فيها، عم نجرب ننقل ونعلم كل هول الكتب يصيروا على الايباد. طلعت الفكره انه عم نتسمع على الاهل والتلاميذ والطلاب، وشفنا كل التلاميذ عم بيحملوا شنط وزنه بين 13 كيلو 15 كيلو، وانه حرام شو لازم نعمل. وبلشنا نفكر انه اذا تطورنا المنهج تبعنا الدولي فينا نستعمل الايباد او فينا نستعمل تابلت. وكرمال هيك بلشنا بالبايلوت بروجرام من تقريبا 3 سنين، وبلشنا ب40 تلميذ. الرياكشن كان بجنن مع التلاميذ والاهالي والاساتذه. تحول لا بد منه في المدى القريب أو البعيد، ومواكبته لا بد من أن تطرح باهتمام في الأوساط التربوية، مع العلم أن خطوات أكثر أهمية وإلحاحا وأكثر بساطة كالتعليم المجاني لم تتحقق بعد. أما الآن فلن